مهرجان الجونة، مهرجان الجونة اللي انت اشتغلت فيه من الاول خالص، ازاي ساهم في تطوير صناعة السينما؟ بصي، هو فتح مجال كبير جدا جدا لأفلام كتيرة تيجي، وبقى عندك فرايتي، مهرجان القاهرة، مهرجان الجونة، مهرجان شرم الشيخ. بس الجونة ليه طعم مختلف خالص وليه إحساس مختلف خالص. ايه بقى؟ ايه الحكمة؟ كل حاجة هنا عندك مختلفة، كل شيء هنا شيء مختلف، ومختلف على الحلو، على الجمال. إن يعني في ناس ما كانتش تعرف المنطقة دي خالص عندنا، لما اتشافت من أول سنة قالوا طب احنا عايزين نيجي، طب احنا عايزين نشوف. طب بقى في حتة موتيف كبير جدا جدا ان هم ييجوا ويشوفوا مصر بقى بجمالها في كل ناحية، مش بس الاهرامات، مش بس يعني مش الفكرة اللي متاخدة عن مصر ان ما عندكيش مكان على بحر بالطريقة دي، بالجمال ده، بالحرية دي، بالكواليتي اوف لايف. في هنا كواليتي اوف لايف مختلفة.